حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه يعود والوفد الرسمي المرافق لسموه إلى أرض الوطن بعد أن ترأس سموه وفد دولة الكويت في مؤتمر التنمية المستدامة بالأمم المتحدة وقمة القادة لمواجهة التطرف العنيف في نيويورك. وكان على رأس مستقبلي سموه رعاه الله في المطار سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم. استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه صباح اليوم علي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم.